شباب الزائد 90 للزمالك بيجيبوا الانتصار من بطن مصر المقاصه في مباراه غريبه جدا للزمالك، شكل غريب، تكتيك غريب، لعيبه في الملعب شكلها غريب، كل حاجه غريبه النهارده في الزمالك، بس في شويه بصيص من امل ان يبقى في اداء في المباراه اللي جايه. عشان كده نتكلم في كل حاجه في المباراه، بس قبل ما نخش في الحلقه انزل اخبط اللايك يا معلم حالا بلا فعلا، وانزل اعمل اشتراك او سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش نتكلم مع زمالك ومصر المكسر. الزمالك النهارده تقريبا بدا بنفس تشكيله مباراه الاتحاد السكندري والاتحاد السكندري، بيبدا ابو جبل قدامه الونش ومحمود علي على اليمين، بيبدا محمد عبد الغني بدل حازم امام المصاب، على الشمال بيلعب عبد الشافي، اثنين في نص الملعب محمد حسن وطارق حامد، بيلعب قدامهم فرجاني ساسي على الشمال، زيزو على اليمين، بن شرقي قدام بيلعب بمصطفى محمد. الزمالك في البدايه اول 10 دقائق في المباراه في ضربه جزاء اتحسبت، وبعد كده الفار لغاها، في جونين للزمالك اتلغوا بسبب الاوفسايد، وفي انذارات اول 10 دقائق كان في حاجات غريبه، في اصابه لمحمد حسن كان بقى غريب في المباراه. بس خلينا نتكلم شويه تكتيكيا. الزمالك في ال 4 2 3 1 اللي بيبدا بيه اللي كان بيبدا بيه محمد حسن في ماتش الاتحاد السكندري، فرجاني لسه ما كانش باين له الخطوره بسبب ان فرجاني ان قوته بيجي لما بيجي لتحت لفوق، بيستلم الكوره وبيروح على منطقه الجزاء وبيروح على مرمى الخصم بوشه، لكن يستلم بظهره ويبتدي يلف ويوزع لعب، دي ما كانتش مخليه فرجاني اساسي يبقى باين قوي في مباراه الاتحاد السكندري. ان يبدا بيه النهارده كارترون تاني دي حاجه ما كنتش فاهمها بصراحه، لكن في المباراه لما شفنا النهارده كنا لازم نلاقي فرجاني اساسي في نص ملعب الزمالك جنب طارق حامد، والتغيير اللي حصلت محمد حسن خرج وفرجاني رجع جنب طارق حامد، دي تغييره في مصلحه الزمالك مش ضد الزمالك خالص. واحد يقول لي ليه طارق، ليه فرجاني اساسي جنب طارق حامد مفيده للزمالك؟ لان الناحيه الثانيه محمد ايهاب جلال بيخلي الاثنين بتوع نص الملعب بتوع مصر المقاصه ضاغطين على نص ملعب الزمالك، فكنت محتاج لاعب في نص الملعب جنب طارق حامد يقدر ياخد الكوره ويقف عليها تحت ضغط ويبتدي يطلع لعيبه، لكن محمد حسن وطارق حامد الاثنين تقريبا نفس الاسلوب، فمحدش فيهم يقدر يستحمل الضغط، محدش يعرف يطلع بالكوره من تحت فوق في الضغط ده، فيبتدي يلعبوا كرات طويله على طول مش عارفين الكوره على الارض. فلما خرج محمد حسن ونزل فرجاني ساسي جنب طارق حامد ابتدينا نشوف نوعا ما كوره، ابتدينا نشوف ان فرجاني ساسي بيقف على الكوره في نص الملعب ويبتدي يلف ويروح ويجي باللعيبه لحد ما لاعب يفتح له ويبتدي يبصيله، ده حاجه كانت بتخلي الزمالك نوعا ما ماسك نص الملعب شويه في الشوط الاول. اللعبه في الحته الهجوميه لما نجم نزل شفنا بن شرقي دخل لاعب نمره 10، بن شرقي افضل لاعب يلعب لاعب نمره 10 في غياب اوباما، لان بن شرقي من اللعيبه اللي بيعرف يستلم تحت ضغط، من اللعيبه اللي بيعرف يستلم بظهره ويلف الجول، من اللعيبه اللي بيعرف يوزع لعب كويس جدا جدا جدا. بس يجي لاعب في ارض الملعب معصبني جدا من مباراه المصري ومباراه الاتحاد، هو اللاعب دون احمد السيد زيزو. زيزو يا جماعه مش فاهم، انا مش فاهمه بجد مش فاهمه، هو ليه كده؟ بيبتدي ياخد الكوره عايز ياخد الكوره ويقعد يرقص بالعافيه. طب مهاريا احنا عارفين ان زيزو مش افضل مهاري في الزمالك. انت مهاريا مش كويس، فانتري العب خد الكوره العب السهل، لكن تاخد الكوره وتجري لي عايز ترقص، انت مش هتعرف ترقص، انت ما عندكش الفنيات دي. زيزو بيلعب على القوه والقوه البدنيه اكتر ما بيلعب فنيات، فده خلي زيزو شكل وحش. الجبهه الشمال ما فيهاش غير عبد الشافي، بس اللي عجبني برده من كارترون ان ناحيه اليمين لما لعب محمد عبد الغني رمى محمد عبد الغني على محمد ابراهيم، ليه؟ لان محمد ابراهيم عايز باك قدامه يعرف يدافع كويس جدا، ما يديلوش المساحات اللي محمد ابراهيم عايزها، وده شفناه في الشوط الاول ان كل ما محمد ابراهيم يبتدي يستلم كوره عند محمد عبد الغني، محمد عبد الغني بيضغط عليه بشراسه وبيستخلص منه الكوره، كنا محتاجين الحته دي. لكن نيجي حته ثانيه عند مقصر، المقصر نوعا ما في الشكل الهجومي بيلعب بثلاثه ورا، بيلعب قدام بموزيس ومحمد ابراهيم، بموزيس ومحمد ابراهيم عشان الاثنين دول يلعبوا لازم يبقى عندك الاثنين الباكات بتوعك دفاعيا كويس جدا، الاثنين الباكات بتوع الزمالك لازم يبقوا دفاعيا كويس، لان انت عندك اثنين مهاجمين بيلعبوا قدامك، فالضغط اللي بيعملوه والشراسه الهجوميه من بالذات موزيس السريعه جدا، وكان كمان الهجمات المرتده مرعبه على الزمالك، فانت كنت محتاج ان الاثنين الباكات يبقوا دفاعهم كويس، انت برضه كنت محتاج ان الباك رايت بتاعك يعمل شكل هجومي كويس، لان يعني بنسبه كبيره ان محمد عبد الغني مش قادر يعمل الدور الهجومي، فمحمد عبد الغني واقف في حته دفاعيه ودور الهجوم ما فيهاش غير محمد الاجد، فكنا بنشوف الناحيه اليمين نوعا ما مقطوع لان ما فيش مساند للباك، كنت محتاج في المباراه دي بالذات باك هجومي كويس.
انت محتاج المباراه دي بالذات باك هجومي كويس، لان الجبهتين محمد عبد الشافي مثلا وحازم ممدوح ناحيه اليمين الاثنين لو كانوا طلعوا مع بعض طلعوا الضغط ضغط ضغط على مصر المقصه كنت هتعرف تستخلص الكره في نص الملعب. الحاجه الثالثه واللي كانت مستوقفاني عند الزمالك الضغط العالي اللي احنا بنعمله. انت عارف ان مصر المقصه هينزل مباراه ايهاب جلال مع اي فريق مسكه بيبتدي يحب يلعب كوره من تحت لفوق، بيبتدي يطلع بالكوره من تحت لفوق على الارض، ما بيحبش الكوره الطويله. فانت عارف ان ايهاب جلال هيبدا كده كنت لازم تشكل ضغط عالي شرس. انت بتلعب اي نعم ضغط عالي بس مش بالشراسه اللي بتستخلص الكوره من قبل مصر المقصه في نص الملعب بتاع مصر المقصه. كنت بتشوف ضغط عالي فيرسس ضغط عالي، انا بلعب ضغط بس لكن بشراسه واللعيبه يخش تلبس مثلا كمثال موقف بموقف ماتش بايرن برشلونه امبارح كنت بتشوف لعيبه بايرن ميونخ بتضغط بشراسه ازاي. كان نفسي النهارده الزمالك يضغط بنفس الشراسه دي، اكيد مش بنفس شراسه بايرن ميونخ بس نوعا ما يبقى شرس في الضغط بتاعه. انت كنت تضغط كده، انا بضغط انا اهو يا جماعه انا بضغط دي اللي كنا شايفينه، وده ادى ان الزمالك نوعا ما بيوصل لهجوم مصر المقصه هو الاخطر على هجوم مصر المقصه. بس ككوره على الارض وكاداء مش كويس. انت لو رحت قابلت الرجاء البيضاوي بالشكل ده في دوري الابطال انت يا معلم هتعبي جوان، لان الرجاء اكيد مش هينزل مسمى عليك، هينزل بضغط عالي وشراسه هجوميه ودفاع محكم، وينزل الرجاء شكل تاني غير مصر المقصه غير فرق الدوري المصري. برضه حاجه مستوقفاني جدا، ناس كتير بتقول لك كارترون واخد الدوري كتجربه واخد الدوري كاستعداد لافريقيا. هل بالشكل ده في استعداد لافريقيا؟ يعني الزمالك بيستعد لافريقيا ازاي؟ قول لي ايه الحاجه اللي النهارده الزمالك شايفها يقول لك اه الزمالك بص بيعمل الحته دي عشان يستعد لافريقيا؟ لا، بتلعب بشكل غريب، شكل متحفظ قدام مصر المقصه غريب جدا. انت بتبقى متحفظ كده قدام مصر المقصه مش عارف تفتح خطوطك كمان. كنا بنشوف كذا لقطه الهجوم الرباعي الهجوم منفصل عن نص الملعب، الدفاع ده كان مخلي المقصه مرتاح جدا في نص الملعب، ان مفيش ضغط من ورا وضغط من قدام، ضغط من قدام بس، وبيبتدي ياخدوا الكوره يوصلوها قبل ما يوصلوا المهاجمين مصر المقصه بيرجع المركز تاني. ادى لما نخرج الشوط الاول 0-0، دخلنا الشوط الثاني برده نفس الشكل، المقصه بيمسك كوره، المقصه ضاغط عليك، المقصه افضل منك، حد ما عملت تغييرات خرجت زيزو كان لازم يخرج من ارض الملعب وخرجت من شرقي ونزلت حسام اشرف ونزلت كسنجو. نعم انت بتلعب كسنجو مايل شويه وينج شمال بتلعب حسام اشرف هو اللي مع 10، ولما نزل حسام اشرف بنشوف بقى الكوره. حسام اشرف لاعب خامه كويسه جدا، من اللعيبه اللي هتفيد الزمالك مستقبليا كويس جدا، لاعب بيعرف يرفع كوره، بيعرف يطلع لعيبه، لاعب شخصيه الزمالك، لاعب ده في المستقبل هنشوفه لاعب كبير قوي 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 خدوه مننا، شخصيته شخصيه كويسه واللاعب شايفين عنده كوره. لما نزل حرك شويه ونجم وحرك كازونجو وخلى مصطفى محمد يوصل وجودنا كذا مره. اخر ماتش خالص خرجت فيرجينيا زلت اسامه فيصل، انت التغييرات اللي عملتها كويسه لكن كانت متاخر شويه، كنت لازم التغييرات دي من بدري، كان متاخر المفروض مثلا من دقيقه 60 ولا حاجه تبتدي تنزل بقى على طول لعيبه، كنت متاخر شويه في تغييراتك. لكن الزمالك جاب جول في اخر دقايق في الماتش، حسام اشرف وحسام فيصل الاثنين الشباب بتوع الزمالك، حسام فيصل بيعافر في الكوره اداها لحسام اشرف يخلص على طول جول. لكن الاداء مستوقفني، اداء الزمالك النهارده سيء، انا من وجهه نظري متواضعه جدا، اداء الزمالك النهارده ما عجبنيش، ما لعبناش كورتنا، كوره بنلعب الضغط العالي والضغط الشرس على اللعيبه ده مش بنعوش، كنا شايفين المتحفظين بنعتمد على الكوره الطويله اكتر بنلعب على الارض، ده مش عاجبني في الزمالك. محتاجين ان احنا نعيد حساباتنا المباريات اللي جايه، عندك ماتش جاي اف سي مصر صغير، كان عندك الديربي قدام الاهلي، عندك اف سي مصر ممكن تشتغل نوعا ما تجرب حاجه قدام اف سي مصر لكن قدام الاهلي لا يا معلم، عايزين ننزل بفريق فول تيم، ننزل بفريق الاساسي تلعب قدام الاهلي بكل شراسه، الدوري مش بتاعنا بنسبه كبيره الدوري راح الاهلي بس تلعب بكل شراسه قدام الاهلي. مباراه خرجنا منها بثلاثه بونت مهمين في الصراع على المركز الثاني مع بيراميدز عشان نوصل دوري ابطال السنه الجايه، لكن الاداء اللي شفناه ده ما يبشرش بالخير تماما، مش شايف اي ملامح تدل ان احنا بنستعد لافريقيا بكره المباريات الجايه، نشوف ملامح لكن لحد دلوقتي ماتش المصري ماتش الاتحاد وماتش مصر المقصه مش لاقي اي كوره واي لمحه تدل ان احنا بنلعب عشان نستعد لافريقيا، مفيش اي حاجه تدل ان احنا بنلعب عشان نستعد لافريقيا. في الاول وفي الاخر ده رايي انا في مباراه الزمالك ومصر المقصه، وده رايك انت في الكومنتس، وهل الزمالك قادر على الفوز بالمركز الثاني من بيراميدز ويصعد دوري ابطال السنه الجايه، كمان قادر بالشكل اللي شفناه ده ولو فضل بالشكل ده قادر على صعود نهائي دوري ابطال افريقيا
ولا ايه؟ وتوقف في رايك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تلاقي الحلقات اول باول، وطبعا على السوشيال ميديا في الديسكربشن تحت، وبيمشي على الفيسبوك، التويتر، على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.